السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامج جاهز. معكم أسماء صقر، معلمة الجيولوجيا من ثانوية معاذ الغفارية بنات. إن شاء الله النهاردة هنكون معاكم في مراجعة على مادة الجيولوجيا للصف الحادي عشر العلمي. حياكم معنا. نبدأ معنا إن شاء الله الفصل الأول وهو فصل الكون. فصل الكون من الفصول المهمة، ونبدأ بأسئلة ما المقصود. أول سؤال عندي، ما المقصود بالجيولوجيا الفيزيائية؟ الجيولوجيا الفيزيائية هي علم من العلوم الذي يدرس مكونات الأرض والأحداث التي حدثت فوق سطح الأرض وأسفل منها. علم الجيولوجيا التاريخية، كلمة تاريخ تعني للزمن، الترتيب الزمني للأحداث التي حدثت في الأزمنة السابقة. نظرية الكوارث، إحدى النظريات التي تدرس تكون الأرض وكيف تكونت. نظرية الكوارث تتكلم عن حدوث كارثة كبيرة جدا في الزمن الماضي أدت لتكون الوديان والجبال، ولكن لازال حتى هذه اللحظة لا يستطيع العلماء تفسير سببها. مبدأ الوتيرة الواحدة أو الانتظام المستديم، نفس الاسم، هو مبدأ يتكلم عن أن القوانين الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي أثرت في الماضي هي التي لا زالت حتى هذه اللحظة تؤثر وتشكل في الأرض. مجموعة أخرى من أسئلة ما المقصود؟ ما المقصود بالسدم؟ هي تجمعات من الغازات والأتربة، بعضها قديم النشأة، نشأت مع نشأة الكون، بها نسب عالية من الهيدروجين والهيليوم، ولا تحتوي على عناصر ثقيلة، ولكن عزيزي الطالب أحياناً تحتوي على عناصر ثقيلة إذا نتجت من انفجارات نجمية أو مخلفات نجمية. ما المقصود بالمجرات؟ هي نظام كوني وحدته النجوم أو الحشود النجمية والسدم، وحدته النجوم أو الحشود النجمية والسدم ترتبط معا بقوة جذب كونية متبادلة. ما المقصود بالنجم؟ النجم هو جرم سماوي يشع ضوء وحرارة ذاتيا. علل لما يأتي تعليلا علميا سليما. توهج الكتلة الغازية للنجم الأولي حتى أصبح لونها مائل للإحمرار، وذلك بسبب الاندماج النووي لذرات الهيدروجين وتكونت ذرات الهيليوم، مما أطلق طاقة حرارية عالية جدا أدت إلى هذا التوهج وأدت إلى ميله للإحمرار. علل لما يأتي، أخذت المجموعة الشمسية عند نشأتها شكل القرص المفلطح بسبب الضغط الناتج من أشعة النجوم والذي يؤدي لتحرك مكوناتها في اتجاه واحد. علل لما يأتي، تسمى الثقوب السوداء بالمكانس الفضائية لأنها تتميز بقوة جذب عالية جدا مما يجذب فوتونات الضوء فتظهر كمساحات غير مضيئة في الفضاء. علل لما يأتي، سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض بعد أن نشأت باردة. الأرض في بدايتها كانت باردة ثم تعرضت لمجموعة من العوامل أدت إلى ارتفاع درجة حرارتها ومن ثم تميزها. أول عامل تساقط الأجسام الصغيرة من سحابة الغبار على سطحها، تحلل العناصر المشعة، أظن أن تحلل العناصر المشعة يطلق طاقة عالية جدا، احتكاك مواد الأرض مع بعضها أثناء الدوران أيضا يصدر طاقة عالية، تكون الأكاسيد والتفاعلات الكيميائية داخل الأرض. أكمل الفراغات التالية، ينتج من انفجار النوفا هو القزم الأبيض، ينتج من انفجار سوبر نوفا هو الثقوب السوداء، يكون لون النجم الأولي مائلا للإحمرار، يكون لون النجم البالغ أصفر. قد يأتي السؤال بهذه الصورة وقد يأتي في صورة مقارنة أو رسم مخطط. الفصل الثاني، المعادن. علل لما يأتي تعليلا علميا سليما، لا يعتبر البرد معدنا. للمعادن صفات معينة، إذا لم تتوافر هذه الصفات في المادة المطروحة إذا لا يعتبر هذا الشيء معدن. لا يعتبر البرد معدن لأنه ليس صلبا في درجة حرارة سطح الأرض. لا يعتبر الأوبال معدن، الأوبال يعتبر من أشباه المعادن. لماذا لا أعتبره معدن؟ لأنه مادة غير متبلورة، أي لا تنتظم فيه الذرات والأيونات في صورة بلورات منتظمة الشكل ومرتبة. علل لما يأتي، تعدد ألوان معدن الكوارتز. عند دراستك لهذه الجزئية من المنهج وجدت أن الكوارتز بنفسجي، بني، دخاني، حليبي، ألوان متعددة. ما السبب يا ترى؟ السبب هو وجود شوائب. فعلى سبيل المثال الكوارتز البنفسجي به شوائب من أكسيد الحديد، أكسيد المنغنيز. أما الكوارتز
وردي به شوائب من أكاسيد الحديد، مما يؤدي إلى تعدد الألوان. علل لما يأتي. يتميز الهيماتايت ببريق شبه فلزي. البريق ثلاثة أنواع: بريق فلزي، بريق شبه فلزي، بريق لا فلزي. البريق الشبه فلزي يتواجد عندما يتعرض المعدن للهواء، فتتكون على سطحه طبقة باهتة غير لامعة. علل لما يأتي. يتضوء الكالسايت باللون الأحمر عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. نفس السؤال يأتي بصيغة أخرى: يتضوء الويليمايت باللون الأخضر عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. الإجابة على هذا السؤال بسبب ظاهرة التضوء، وهي قدرة سطح المعدن على تحويل أشكال الطاقة المختلفة إلى ضوء. بما تفسر: لا يحتوي الكوارتز على مستويات انفصام. مستويات الانفصام والتشقق هي مستويات ضعف تتواجد في المعادن، ولكن الكوارتز نتيجة قوة تماسك جزيئاته لا يحتوي على هذه المستويات. ما هي العوامل التي تتوقف عليها صلادة المعادن؟ هناك عاملان رئيسيان. العامل الأول هو نوع الرابطة، والعامل الثاني هو وجود مجموعة الهيدروكسيد. نوع الرابطة: إذا كانت الرابطة قوية كانت صلادة المعدن عالية، وإذا كانت الرابطة ضعيفة كانت صلادة المعدن منخفضة. أما بالنسبة لوجود مجموعة الهيدروكسيد أو الـ OH، وجودها في المعدن يؤدي إلى انخفاض الصلادة. حدد المخالف من المفاهيم التالية مع ذكر السبب. سؤال استنتاجي: الهالايت، الكوارتز، الأرثوكليز، الجبس. الهالايت هو المختلف، وذلك لأنه غير موجود في مقياس موهس. سؤال استنتاجي من مستوى آخر: أمامك عينتين، إحداهما البيرايت والأخرى الأرسينوبيرايت، كيف تفرق بينهما؟ عند حك البيرايت وحك الأرسينوبيرايت، البيرايت ينتج من حكه رائحة الكبريت، بينما الأرسينوبيرايت ينتج من حكه رائحة الثوم. بما تفسر: يستخدم الكوارتز في صناعة الساعات، وذلك لأن عند تعرضه للضغط تتولد على بلورته شحنات كهربائية. يستخدم التورمالين في صناعة السخانات الحرارية، وذلك لأن عند تعرضه للحرارة تتكون شحنات كهربية على بلورته. ارسم التركيب البنائي للمعادن السيليكاتية من الأجزاء القليلة جدا التي فيها سؤال في الاختبارات. رسم للتركيب البنائي للمعادن السيليكاتية: نرسم بالمنتصف ذرة S اللي هو السيليكون، حوله مجموعة من الذرات، أربع ذرات من الأكسجين، فيعطيني شكل رباعيات الأوجه. ما هو النظام البلور الناتج عند قطع الشكل التالي؟ الشكل التالي متضح عندي الأرقام. عزيز الطالب، إذا لم يعطيك الأرقام ماذا تفعل؟ مسطرة، نقيس المقاسات ونحدد الشكل الموجود أمامنا. الشكل الموجود أمامي هو الشكل المكعب. ماذا يحدث إذا تم قطع هذا الشكل بمستوى واحد فقط؟ ماذا يعطيني؟ أي نظام بلوري يعطيني؟ يعطيني النظام البلوري المعيني القائم. ما المقصود بالبلورة؟ هي جسم صلب تحد من الخارج أسطح مستوية، تكونت بفعل ظروف عوامل طبيعية في ظروف مناسبة من الضغط والحرارة. طب ما هي الوحدة البنائية؟ الوحدة البنائية هي المكون الأساسي للبلورة. هي أصغر جزء في البلورة، تتضح فيه صفات وخواص البلورة نفسها. ملحوظة عزيزي الطالب أن تكرار الوحدات البنائية في الفراغ يؤدي عندي إلى تكون البلورة. ماذا أن تتوقع أن يكون نوع محور التماثل الدوراني الرأسي إذا دار هذا الشكل الموجود أمامنا دورة كاملة؟ يجب أن أنتبه للقياسات الموجودة: 3 سنتي و 3 سنتي و 9 سنتي، إذن الشكل اللي فوق مربع. ماذا يحدث لو دار هذا الشكل حول نفسه 360 درجة؟ ما هو النوع محور التماثل الدوراني المتوقع؟ نوع محور التماثل الدوراني هو الرباعي. نجد أن العلاقة عكسية. ملحوظة عزيز الطالب، كلما كان التبريد بطيئا كان حجم البلورات كبير وعددها قليل، وكلما كان التبريد سريعا كان حجم البلورات صغير وعددها كثير. إذن العلاقة عكسية في جميع الحالات. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: معدن البيتونايت. معدن البيتونايت غني بالصوديوم أم الكالسيوم، الحديد أم المغنيسيوم؟ معدن البيتونايت من المعادن المتكونة في التتابع التفاعلي المتصل. هو غني بالكالسيوم ويكون في بداية التتابع. معدن الألبايت غني بالصوديوم أم الحديد أم الكالسيوم أم المغنيسيوم؟ هو غني بالصوديوم ويكون في نهاية التتابع التفاعلي المتصل.
نسيج صخر الأوبسيديان، دقيق التبلور، بورفيري، خشن التبلور أم زجاجي؟ هو نسيج زجاجي. علل تعليل علمي سليم. يسمى التتابع التفاعلي المنقطع بالسلسلة الغير متصلة، وذلك بسبب اختلاف المعادن بحيث تركيبها الكيميائي وخواصها البلورية وخواصها الفيزيائية، مجموعة من المعادن أوليفين، بيروكسين، أمفيبول والمايكا البيوتايت. إذن هي مختلفة في تركيبها، لذلك يحدث عندي أو يسمى عندي بالسلسلة الغير متصلة. علل تكون صخور الزجاج مثل الأوبسيديون. بسبب حدوث تبريد سريع جدا للمادة الصهارة، فلا يكون هناك وقت كافي للأيونات لكي تنتظم في الفراغ وتكون عندي شبكة بلورية منتظمة، إذن لا تتواجد عندي بلورة. وجود علاقة بين ألوان الصخور النارية ووزنها النوعي. الصخور النارية ووزنها النوعي وألوانها عندي قاعدة صغيرة. عناصر داكنة تعطيني معادن داكنة، تعطيني صخور داكنة. عناصر فاتحة تعطيني معادن فاتحة، تعطيني صخور فاتحة. عناصر داكنة، معادن داكنة، صخور داكنة، ثقيلة في وزنها النوعي. عناصر فاتحة، معادن فاتحة، صخور فاتحة، أخفف وزنها النوعي. هنا تنقسم عندي لمجموعتين. مجموعة الأوجايت منخفضة السيليكا بها كمية كبيرة من الحديد والمغنيسيوم، وبالتبعية يكون لونها داكن ووزنها النوعي مرتفع. المجموعة الأخرى هي مجموعة الفلسبار، تحتوي على نسبة عالية من السيليكا ونسب قليلة من الحديد والمغنيسيوم، وبالتبعية يكون لونها فاتح ووزنها النوعي منخفض. علل التبريد السريع ليس الآلية الوحيدة لتكوين صخر الأوبسيديان، وذلك لأن الصهارة ذات المحتوى العالي من السيليكا تميل لتكوين سلاسل وتراكيب طويلة، فهي تعيق النقل البلوري وتزيد من اللزوجة، فتتصلب مكونات الأوبسيديان، مكونة للأوبسيديان. تكون النسيج البورفيري. النسيج البورفيري يتكون على مرحلتين. بلورات كبيرة الحجم تبرد على مهل في جوف الأرض، ثم إذا صارت البركان أو صعدت الصهارة للسطح تأخذ معها البلورات الكبيرة، ويحدث عند الاختلاط على السطح فتبريد سريع للمجمى والصهارة التي صعدت بسرعة، وكانت توجد بلورات من قبل كبيرة الحجم، مما أدى إلى تكوين نسيج مختلط من بلورات كبيرة الحجم وبلورات صغيرة الحجم. عندما تقوم الصهارة المحتوية على بلورات كبيرة بالثوران عند السطح، جزء من اللافا يبرد بسرعة، لذا يتكون النسيج من بلورات كبيرة تحيط بها بلورات صغيرة. علل يمكن رؤية الصخور المتداخلة على سطح الأرض، وذلك عندما تتعرض الطبقات التي فوقها للتعرية. الصخور المتداخلة أو الصخور الجوفية تتكون في جوف الأرض وتكون بلوراتها كبيرة الحجم في أغلب الأوقات. طيب، متى تظهر عند سطح الأرض؟ عندما تحدث تعرية وتجوية للطبقات العليا، فتنكشف الطبقات الموجودة في الأسفل. اكتب المصطلح العلمي. نسيج الصخر الذي يحتوي على بلورات كبيرة محاطة ببلورات صغيرة، أجد التكرار في هذه الأسئلة يؤدي إلى زيادة الانتباه، هو النسيج البورفيري. البلورات الكبيرة في الصخر ذو النسيج البورفيري، ما هي اسمها؟ البلورات البارزة. البلورات الصغيرة في الصخر ذو النسيج البورفيري هي الكتلة السفلية. النسيج المميز للأوبسيديان والناتج من التبريد السريع للحمم هو النسيج الزجاجي. جدائل الزجاج البركاني الناتجة من الحمم البركانية من براكين هاواي، شعر بيلي. نسيج يميز الصخور دقيقة التبلور المحتوية على فجوات غازية مثل السكوريا والبيومس. البازلت الفقاعي، السكوريا، البيومس، بسبب هروب الغازات أثناء تصلب الحمم. هنا لو تلاحظ عزيزي الطالب أنه معطيك أيضا التفسير داخل المصطلح، يعني قد يأتي السؤال بصورة أخرى، علي لما يتكون النسيج الإسفنجي بسبب هروب الغازات أثناء تبريد الصهارة؟ الإجابة هو النسيج الإسفنجي أو النسيج الفقاعي. ما الفرق بين الاثنين؟ النسيج الإسفنجي حجم الفراغات الموجودة فيه صغيرة، أما الفقاعي لا، حجم الفراغات أكبر. النسيج الصخري الأكثر شبها بأنسجة الصخور الرسوبية. قبل أن أجيب عزيز الطالب، الصخور الرسوبية كيف هو شكلها؟ رواسب صغيرة فتاتية متلاصقة معا، قد تتلاحم بمادة لاحمة، قد تتلاحم بالضغط، ولكن هنا في هذه الحالة رواسب أو قطع صغيرة جدا من مغزوفات البركانية النارية تتلاحم معا بالصهارة ومواد أخرى مثل النسيج الفتاتي الناري، وهذا هو وجه الشبه بينهما.
أحد الصخور النارية ذات النسيج الفتاتي الناري، مثال على الفتاتي الناري الطفة الملتحمة. النسيج الصخري المتكون في المراحل المتأخرة من التبلور بسبب البيئة السائلة عبارة عن بلورات كبيرة متشابكة، هو النسيج البجماتيتي. أكمل الناقص بالجدول. الجدول الموجود أمامنا يجب أن نلاحظ فيه أكثر من نقطة. أولاً موجود عندي أسهم، لاحظ سهم تزايد السيليكا، لاحظ سهم تزايد البوتاسيوم، لاحظ سهم تزايد الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، لاحظ سهم تزايد درجة الحرارة. موجود عندي أربع مجموعات معدنية للصخور النارية. المجموعة الأولى هي المجموعة الجرانيتية الفلسية، وما هو نوع الصخر المثال عليها؟ هو الجرانيت والرايولايت. ثاني مجموعة، مجموعة الوسيطة الإنديزاتية، ما هي الصخور المثالية عليها أو الأمثلة عليها؟ الديورايت والإنديزايت. مجموعة الصخور المافية، المثال عليها الجبر والبازلت. رابع مجموعة، المجموعة الفوق مافية، المثال عليها البريدوتايت والكوماتايت. لاحظ عزيزي الطالب أنه في هذا الاتجاه وكلما اتجهنا نحو المجموعة الفوق مافية يزيد اللون، يزيد الوزن النوعي، يزيد نسبة الحديد والمغنيسيوم والعكس. فصل الصخور الرسوبية، ادرس الشكل الموجود أمامك ثم أجب عما يلي. ما هو نوع الصخر الرسوبي الموجود أمامنا؟ نوع الصخر الموجود أمامنا هو صخر رسوبي فتاتي. ما هو اسم الصخر الذي يمثله؟ ألف الكونجلوميرات، باء البريشيا. طيب كيف أفرق بين الاثنين؟ قد يأتي السؤال يقول لك ارسم الكونجلوميرات، ارسم البريشيا، كيف التفرقة؟ حبيبات الكونجلوميرات اللي هي رقم ألف حبيبات مستديرة الحواف، أما حبيبات البريشيا فهي حبيبات حادة الزوايا. كيف تكونت هذه وكيف تكونت هذه؟ الأولى تكونت نتيجة النقل لمسافات بعيدة، استحتوي على معادن وزنها النوعي خفيف، فبالتالي يسهل نقلها بعوامل النقل. أما الأخرى فهي حادة الزوايا لأنها ثقيلة في وزنها النوعي، فمن الصعب نقلها لمسافات إذا لم يحدث تهذيب لحوافها. فبالتبعية الكونجلومرات حبيباتها مستديرة الحواف، أما البريشيا حبيباتها حادة الزوايا. علل لما يأتي. وفرة الكوارتز في الصخور الرسوبية الميكانيكية، من الكوارتز صلادته عالية لأن قوة تمسك جزيئاته عالية، وبالتبعية هو متوفر في الصخور الرسوبية الميكانيكية. لماذا؟ لأنه متين ومقاوم جدا للتجوية الكيميائية. الحصى ينقل بفعل الأنهار الجارفة والانزلاقات الأرضية، بينما الرمل ينقل بفعل الرياح. العوامل القوية تحمل المواد الرسوبية الثقيلة الوزن والكبيرة الحجم، أما عوامل النقل الضعيفة تحمل الفتات الخفيف. كلما كان التيار قوي، التيار يعني عامل النقل، كان حجم الحبيبات التي ينقلها أكبر، بينما كلما كان التيار خفيف وضعيف يحمل حبيبات صغيرة في حجمها. قارن بين علامات النيمة التيارية وعلامات النيمة التذبذبية من حيث اتجاه التيار، تماثل العلامات، العامل المسبب. علامات النيم هي علامات توجد على سطح الصخور الرسوبية، ممكن توجد في الصحاري، ممكن توجد في قاع البحار والمحيطات، في أي مكان. الفرق عندي في هذه الصورة، من الصورة ممكن أن نستنتج المقارنة ببساطة. قد يأتي السؤال ارسم، ارسم علامات النيم التيارية، ارسم علامات النيم التذبذبية مع الفرق بينهما. كالتالي علامات النيم التيارية عامل الاتجاه العامل في اتجاه واحد، علامات النيم التذبذبية اتجاه العامل في اتجاهين. علامات النيم التيارية إذا جينا نقسمها بالمنتصف نجد أنها غير متماثلة، بينما التذبذبية متماثلة القمم من حيث القمم. العامل المسبب في علامات النيم التيارية هو الرياح أو التيارات المائية، أما العامل المسبب لعلامات النيم التذبذبية هو الأمواج السطحية. على ما يدل وجود التطبق المتدرج في طبقات الصخور أو في الطبقات الصخرية؟ قد يأتي السؤال ارسم التطبق المتدرج داخل طبقة واحدة بصورة التالية، خط كريات أكبر ثم تدرج إلى أعلى في الحجم إلى الأقل فالأقل فالأقل ثم النهاية بسطح الطبقة. رسمة بسيطة جدا وإجابة جميلة جدا. يدل ذلك على الترسيب السريع في البيئة المائية، أكيد الرواسب بتكون مختلفة في أحجامها، رواسب كبيرة ورواسب صغيرة. أول ما يترسب عند الرواسب كبيرة الحجم ثقيلة الوزن ثم تليها الأقل فالأقل فالأقل حتى يكون على سطح الطبقة الأقل حجما.
سؤال آخر، فسر جيولوجيا تكون التطبق المتدرج في طبقات الصخور الرسوبية، لماذا أجد أو ألاحظ في الطبيعة وجود طبقات تطبق متدرج؟ وذلك يكون عندما يفقد التيار الماء الطاقة بسرعة فيرسب حمولته، وعندما يرسب الحبيبات الكبيرة أولا ثم يرسب بعد ذلك الأقل في الحجم. ما المقصود بطغيان البحر؟ عندنا مصطلحين من المصطلحات المهمة والمتكررة في نفس الجزئية، طغيان البحر وانحسار البحر. عقليا كلمة طغيان معناها أن الماء يطغى على الشاطئ، معنى أن الماء طغى على الشاطئ إذن أرض الشاطئ حصل لها انخفاض، إذن الطغيان استنتاجيا هو ارتفاع مستوى البحر نتيجة حركة أرضية هابطة بحيث تغطي الشاطئ وتصبح المنطقة الشاطئية ضمن الحوض الترسيبي، أي أن البحر ضم له جزء من الرواسب الموجودة على الشاطئ. طب ما المقصود بانحسار البحر؟ انحسار البحر يعني تراجع البحر، أي حدثت حركة أرضية رافعة وتلاها مع ذلك تراجع للأمواج. انخفاض مستوى سطح البحر نتيجة حركة أرضية رافعة بحيث يضاف إلى الرف القاري للمساحة القارية. ما هي الجيود؟ الجيود بمفهومها البسيط صخر أو حجر جيري به مسام دخل له كمية كبيرة جدا من المياه المحملة بالمعادن، ترسبت المعادن على الجدران الداخلية لهذه الفجوات في صورة بلورات أو متبلورة، وغالبا يكون داخل الجيود فراغات، عندما تمتلئ هذه الفراغات بالمعادن أيضا تسمى عقيدات صخرية. إذن الفارق ما بين الجيود والعقيدات الصخرية أن الجيود فارغة من الداخل ولكنها مبطنة بالمعادن، أما العقيدات الصخرية ممتلئة تماما بالمعادن من الداخل. فالجيود هي تجاويف صخرية ذات تكوينات بلورية داخلية، الجزء الخارجي لمعظمها هو حجر جيري. فصل جديد وهو فصل الصخور المتحولة، من الفصول المهمة والمميزة. يأتي لي السؤال هنا في صورة مقارنة، قارن بين اسم الصخر عامل التحول الصخر الأصلي. عزيز الطالب عزيزة الطالبة، نلاحظ معا أن الصخور في مجملها سواء كانت سابقة التكوين نارية رسوبية متحولة تتعرض لعامل من العوامل أو مجموعة عوامل تؤدي إلى تحولها. إذن أنا عندي نوعين، صخر أصلي تعرض لعامل أصبح صخر متحول. على سبيل المثال الحجر الجيري هو صخر أصلي، عامل التحول الحرارة يصبح عندي رخام. صخر الأردواز تعرض للحرارة والضغط أصبح شست. صخر الجرانيت تعرض للضغط والحرارة أصبح نايس. انظر لتقويم الكتاب المدرسي في هذه النقاط. صخر طيني تعرض للحرارة والضغط أصبح عندي أردواز. الحجر الرملي يتعرض للحرارة يصبح عندي كوارتزيت. سؤال آخر، قد يأتي عندي السؤال بصيغتين، ارسم خريطة المفاهيم أو ارسم الخريطة الذهنية. خريطة المفاهيم عبارة عن مفهوم رئيسي تتشعب منه شعاب صغيرة، أما الخريطة الذهنية مفهوم مركزي تخرج منه المفاهيم بصورة مركزية. الأنسجة المتورقة، عندي نوعين من الأنسجة للصخور المتحولة، أنسجة المتورقة والأنسجة الغير متورقة. الأنسجة المتورقة عبارة عن ثلاث أنواع، الانشقاق الصخري، الشستوزي، النيسوزي. ويذكر أمثلة، دير بالك عزيز الطالب أنه لا تتوانى عن قراءة السؤال قراءة جيدة حتى تجيب عن جميع التفاصيل. مثال على النيسوزي صخر النايس، مثال على الشستوزي صخر الشيست، مثال على الانشقاق الصخري الأردواز. الأنسجة الغير متورقة حبيبات متساوية الأبعاد، مثال عندي الرخام والكوارتزايت. عدد بيئات التحول، بيئة التحول الحراري أو التلامسي، التحول بالمحاليل الحارة، التحول بالدفن، التحول الإقليمي. اذكر العوامل التي يتوقف عليها حجم هالة التحول الحراري. الصهارة في جوف الأرض عندما تخرج فإنها تلامس صخور سابقة التكوين مما يؤدي إلى تحولها، ومن الأكيد أنه كلما كانت هذه الصخور قريبة من هالة التحول يزيد عندي التحول، كلما كانت هذه الصخور المحيطة بهالة التحول ضعيفة تزيد نسبة التحول. كالتالي، ما هي العوامل؟ أولا كتلة الجسم الناري وحرارته، التركيب المعدني للصخر المضيف، مثال عندي الصخر المضيف مثل حجر الجيري، عندما تمر الصهارة على الحجر الجيري نتفاجأ أن امتداد عالي جدا جدا من التحول، لأن الحجر الجيري من الصخور الضعيفة فتكون استجابته للتحول عالية جدا.
في الصورة الموجودة أمامنا نلاحظ أن موجود حلالة التحول ويحيط بها صخور، أي النقطتين واحد أم اثنين يكون فيها التحول أكثر من توقعاتك ومن إجاباتك القريبة من حالة التحول، فهي تتأثر أكثر. نرسم خريطة ذهنية توضح فيها أنسجة الصخور المتحولة، بيئات التحول، عوامل التحول. الخريطة الذهنية التي سوف أطرحها الآن شاملة تقريبا للفصل كاملا. هنا عزيزي الطالب أحب أن أعيد عليك نقطة، وهي الفارق ما بين الخريطة الذهنية وخريطة المفاهيم. مفهوم مركزي وهو التحول، عوامل التحول، الأنسجة، بيئات التحول. أولا عوامل التحول مثل الضغط والحرارة والمحاليل الكيميائية النشطة، قد يكون ضغط فقط أو حرارة فقط أو كليهما معا. بيئات التحول، بيئة التحول الحراري أو التلامسي، التحول الإقليمي، التحول بالدفء، المحاليل الحارة. الأنسجة منها الغير متورقة ومنها المتورقة، والأمثلة عندي على المتورقة وغير المتورقة الأردوازي والنيسوزي والشستوزي. فصل التحرك الكتلي من الفصول المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. أول مجموعة من الأسئلة هي مجموعة اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الصحيحة. واحد، من أهم معالم التضاريس الأرضية الناتجة عن التأثير المشترك للتحرك الكتلي والماء هو وديان الجداول. ألاحظ في هذه النقطة نقطة مهمة جدا، أن لو كان الماء هو فقط المسؤول عن تكوين وديان الجداول لكانت وديان الجداول ضيقة جدا، بينما هذا يثبت التأثير المشترك للتحرك الكتلي مع الماء. حركة الرواسب مع حركة الماء تؤدي إلى نحت الجوانب وبالتالي اتساع مجرى الوادي. انزلاقات أرضية تشير إلى تحرك الصخور والركام والتربة نحو الأسفل المنحدر تحت تأثير الجاذبية الأرضية هو التحرك الكتلي، وهو الذي يلي عملية التجوية. انسياب المواد السطحية المشبعة بالماء بعد أن تفقد تماسكها، التسييل والانسياب. السقوط الحر، سقوط حر لكتل أو قطع مفردة مهما كان حجمها في المنحدر. التساقط، هنا نقطة أحب أن أوجهك إليها، وهي يجب أن تكون المنحدرات عالية الحدة حتى يحدث عندي عملية التساقط بهذه الصورة الحرة. تحرك كتلي يحدث مع وجود نطاق ضعيف، وجود نطاق ضعيف، إذن لازم أن يجب أن يكون عندي شيء زلق يفصل ما بين الكتل المتحركة وما تحتها من مواد مستقرة، عملية الانزلاق. تحرك كتلي يكون فيه السطح الفاصل بين السطح الفاصل على شكل منحنى أو ملعقة، منحنى مقعر أو ملعقة، هو الانزلاق الدوراني، قد يطلب رسم. علل لما يأتي تعليلا علميا سليما يساعد النبات في مقاومة التحرك الكتلي، أي عند مرتفع أو منحدر معين عليه مجموعة من النباتات، هل النبات يساعد على تقليل من عملية التحرك الكتلي أم يزيد منها؟ لماذا يساعد عندي النبات في مقاومة التحرك الكتلي؟ جذور النباتات تربط حبيبات التربة معا مما يؤدي إلى تماسكها، وبالتبعية كلما كانت الحبيبات مفككة سهل عندي التحرك الكتلي، ولكن الجذور التي تعمل على تماسك التربة يؤدي إلى تقليل عملية التحرك الكتلي. كما أن عند هطول الأمطار بكميات كبيرة تعمل النباتات كدرع واقي فتنزلق المياه من فوقها. يزيد التحرك الكتلي خلال حرائق الغابات. بغض النظر عزيز الطالب عن احتراق النباتات إلا أنه أيضا تتكون طبقة طاردة للماء، هو احتراق الطبقة العليا للتربة، فبالتبعية تساقط الأمطار أو سقوط المياه عليها يؤدي إلى انزلاق الرواسب بصورة كبيرة جدا، بالعكس يزيد من عملية التحرك الكتلي. للماء تأثير كبير على التحرك الكتلي. ألفت نظرك عزيزي الطالب لشكل 124 الموجود في الكتاب المدرسي، لا تهملوا أنه من الأشكال المهمة جدا. عندما تكون كمية الماء قليلة في التربة، إذن التربة تكون نوعا ما متماسكة، أما عندما تتواجد في التربة كمية من المياه يؤدي هذا إلى تباعد الحبيبات عن بعضها وسهولة تفككها وضعف قوة تماسكها، وبالتبعية حدوث حركة أعلى وأقوى. عدد العوامل المحفزة لحدوث التحرك الكتلي. الماء، الانحدارات بالغة الحدة، إزالة النبات، الزلازل. هل يحدث التحرك الكتلي دائما مع وجود محفزات ولا قد يحدث بدون محفزات؟ أيضا يحدث التحرك الكتلي بدون محفزات.
العوامل التي تسبب الزحف. الزحف هو نوع من التحرك الكتلي ولكنه بطيء ويمتد لسنين. تناوب التمدد والإكماش في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف. كتل من الصخر تتعرض إلى حرارة ثم انخفاض في الحرارة، رطوبة ثم جفاف، هذا يؤدي إلى تفككها في مكانها وتشققها في مكانها مع حركة بسيطة على المدى، يؤدي إلى زحف هذه الطبقات. ما هي الظواهر التي تدل على الزحف؟ قد يأتي السؤال، وجدت كذا وكذا وكذا في منطقة ما، على ماذا يدل هذا؟ التواء الأسوار، إزاحة الأعمدة. ما هي أنواع حركة الرواسب والصخور أثناء التحرك الكتلي؟ التساقط، الانزلاق، الانسياب. عرضت إحدى الشركات لبيع العقارات تخفيضات هائلة على منازل في أماكن متفرقة في العالم. وقع اختيار أسرتك على هذا المنزل، فما رأيك؟ عند دراستك للصورة دراسة جيدة نجد أن المنزل يقع أسفل منحدر وإلى حد ما منحدر بالغ الحدة، إذن هي منطقة خطرة، قد تتعرض إلى حوادث، قد تتعرض إلى تساقط للطبقات، قد تتعرض إلى حدوث تحرك كتلي، إذن هي منطقة خطرة ولا تصلح للسكنة. أتمنى أن أكون قد وفقت في توصيل مادة علمية مميزة، مع تحياتي لطلابنا، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.